السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بالناس اللي كيصدروا الأصوات مزعجة أثناء النوم ديالهم، يعني الشخير اللي معروف عند الناس كاملين. هذه الوصفة هذه هي وصفة طبيعية وفعالة طاردة للبلغم، وكتعالج الاحتقان، وكتعالج انسداد الأنف اللي كينتج عليه الجيوب الأنفية، وكتقلل من الشخير. هذه الوصفة هذه فيها واحد المكون، وهو مكون الهيل أو قعقلة أو حبهان، هذو هما الأسماء ديالو. اللي ما عرفاش ممكن يشاهد الشكل ديالها، متواجدة عند أي شاب تقولي لي يعطيني قعقلة بالنسبة للمغاربة، أو لا الهيل، أو لا حبهان، يعني عندها عدة أسماء. هادو هما أغلب الأسماء باش معروفة. الطريقة ديال التحضير ديال هاد الوصفة هادي كناخدوها يوميا قبل النعاس. غادي ناخدو من الهيل يعني معلقة صغيرة في هاد الحجم، وغادي ناخذ كاس تاع الماء في هذا الحجم. غادي نضيفوا هذه المعلقه صغيره على هذا الكاس تاع الماء، وغادي نخليوه احبائي الاعزاء فوق البوطه، نديروها في شكسرونه ونخليوه فوق البوطه المده ديال 10 دقائق، يعني 5 دقائق 10 دقائق، حتى يبدا اللون ديال الماء يتبدل. ومن بعد احبائي الاعزاء نزولوا هذاك الماء من فوق البوطه ونخليه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني ما نخليوش حتى يبرد، غير يدفى احبائي الاعزاء. ونصفي هذاك الماء من هاد حبهان ولا قعقله، نصفيوها من داك الماء وناخذوا الماء ونضيفوا عليه واحد المعلقه صغيره ديال عسل النحل، ونحركوا العسل النحل مع داك الماء اللي دافي، وناخذوها قبل النوم ديالنا يوميا. مع المداومه ديال هاد الوصفه هذه احبائي الاعزاء، غادي تلاحظوا ان ما ان داك الصوت المزعج يعني الشخير ما بقاش عندكم بصفه نهائيه الا داومتوا على هاد الوصفة هذه. اما الناس اللي عندهم حساسيه ديال الهيل، او اللي كيعانيو من شي امراض مزمنه، يمكن لهم يستشروا مع الطبيب ديالهم، عاد يمكن لهم ياخذوا هذه الوصفه هذه ولا اي وصفه. هذا كنقول للناس اللي عندهم امراض مزمنه او عندهم شي حساسيه، يمكن لهم ياخذوا اي وصفه قبل يمشيو عند الطبيب ديالهم يستشروا معاه، عاد يمكن لهم ياخذوا اي وصفة من الوصفات، سواء وصفات القناة ديالي او اي وصفة من القنوات الاخرى. ضروري احبائي الاعزاء دائما الاستشارة. والمرأة الحامل كنتمنى من جميع النساء الحوامل انها في الفتره ديال الحمل ديالها يمكن لها ما تاخذ حتى شي حاجه، تهلا في راسها حتى تتولد ان شاء الله. ومن بعد احبائي الاعزاء تاخذ الوصفه اللي عجبتها، خاصه الا ما كانش ترضع. اما الا كانت تترضع ضروري استشاره الطبيب. هذه غير نصيحه من قناه جرب وحكم لجميع النساء الحوامل او الناس اللي كيعانيو من امراض مزمنه او حساسيه. كنتمنى الشفاء العاجل للكل، وكنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه. وكنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.